صباح الخير صبايا، معكم ياسمين ميك اب ارتست. اليوم رح نسوي معكم لوك شتوي ان شاء الله بالوان شتويه، بما انه احنا بموسم الشتاء. هلا مبدئيا قبل كل شيء رح نكون منظفين البشره. انا منظفتها قبل، نظفنا البشره. بعدين رح نسوي الخطوات اللي هي مهمه كتير في الميك اب، ومن دون الميك اب بيطلع مش حلو ابدا، اللي هو تهيئ البشره. هنبدا بالفيكس بلاس اللي بيساعدنا على امتصاص اي برودكت رح نحطه بعد هيك على البشره. ترطيب البشره من اهم الاشياء اللي بتهيئ لنا البشره عشان يطلع الميك اب كتير حلو وسوفت وما يكون متكتل او يعطينا مظهر كيكي. مرحله البرايمر، في عنا تصبغات بنشوف بالوجه، وين التصبغات اللي ممكن تقلب لنا الميك اب او الفونديشن لرمادي، ونحن ما بدنا نوقع بهالشيء ابدا. حط لها على باقي الوجه البرايمر، هلا رح نبلش نحط الفونديشن. بالنسبة للبنات دائما بيسألوني شو الميك اب او الفونديشن المناسب لبشرتي. طبعا هذا الشيء لازم البنت اول شيء تعرف شو نوع بشرتها، ان كانت مختلطة ولا دهنية او جافة، فكل بشرة إلها فونديشن خاص. حتى بالنسبة للون، شو اللون اللي بيناسبني؟ رح نبدأ بتوزيع الفونديشن على البشرة. اللي عندهم خطوط تعبيرية أنا بنصح إنه ما يحطوا على هاي المنطقة كريم أساس، الباقي من البيوتي بلندر تطبع صغيرة، بس بما إنه العارضة ما شاء الله بشرتها حلوة وما عندها خطوط تعبيرية هون، فأنا حطيت فيكس بلاس عشان يساعدنا بالدمج. المعلومة اللي كتير مهمة اللي أنا فعلا حابة أحكيها للصبايا، إنه البيوتي بلندر هاي بعد كل استخدام وقبل كل استخدام بتنغسل كتير منيح. رح نبلش بالكونسيلر الغامق لتغطية الهالات. رح أبلش لها بحواجبها، حواجبها كتير حلوين ما شاء الله ما بدون شي، تعباية صغيرة بالفرشاية ومسكرة، ما بيحتاجوا شي تاني. رح نحط هلأ المسكرة على الحواجب عشان تعطينا لوك الحواجب الشعرة شعرة ولتثبيته. بهالمرحلة أنا فيني هلأ أطبطب على الكونسيلر اللي حطيته مسبقا لأنه تماسك، ونبدأ نخفي له الهالة. هلأ رح أحطي لها الكونسيلر اللي هو على لون بشرتها. أهم شيء بالميك اب إنه ما يكون في خطوط أو متكتل الميك اب، فعشان هيك بنحاول كتير ندمج منيح وما يكون في اختلاف بلون البشرة. هلأ مرحلة الكونتور، رح نحط لها الكونتور وندمجه كتير 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 منيح عشان ما يبين عندي خطوط على الوجه او حدود، وهذا الشيء احنا ما بدنا اياه. لكل انف طبعا طريقته اللي بتختلف من بنت او من صبية لتاني. مع العارضة انا عملت لها الكونتور اللي من عند الحاجب لتحت، رح يعطيني نحف ورح يعطيني طول بنفس الوقت. رح نحط الهايلايتر،
حطينا الكونتور والهايلايتر ورح نبلش هلأ ندمج الكونتور والهايلايتر. قبل هاي الخطوة لازم نرش فيكس بلاس. هلأ رح نثبت الكونسيلر كل شي عملنا. باقي احط لها بلاشر وبعدين منبلش بالعيون تكون هيك البشرة خلص. رح نبلش نحط البيست عشان قبل الاي شادو اللون يمسك. هلا اضاءة خفيفة تحت الحاجب رح تبرز لي عظمة الحاجب. رح نبلش نوزع اللون الانتقالي، اهم شي يكون بالشادو اللون الانتقالي اللي هو اول لون بنبدأ فيه بالشادو يكون كتير مدموج منيح، وحيكون طبعا هو كتير لون خفيف. انا هون رح زود لها لوس باودر فوق شوي لحتى اي شيء يهرهر يضل محافظ انه الميك اب نضيف. هلا في عاده سيئه كثير البنات بيعملوها، بيمسكوا بالفرشاي بالباليت وبعدين على الفرشاي، هذا كثير غلط رح ينقل لنا جراثيم من الفرشاي لوجهنا. انتهينا هلا هيك من اللون الانتقالي، راح نبلش نبدا بالوان ثانيه. هحط لها هلا جلاتر بشكل كتير بسيط. راح بلش هلا احط لها الالوان نفس تقريبا اللي حطيناها فوق لتحت. هلا راح اكحلها عينها من جوا ومن فوق. هلا راح احط لها ايلاينر بشكل مموه او سموكي فوق العين شوي. هنحط لها الماسكارا تحت وفوق. هلا باقي نحط لها الرموش للعارضة. اول شي منقيس الرموش، هلا رح ارسم لها مقدمة العين من قدام. هلا رح اكتكت لك كل الباودر اللي ما رح نحتاجه كمان. هلا صبايا رح نحط لها الليبستيك، اول شي رح نحدد لها الشفايف وبعدين رح نحط لها الليبستيك. وهيك بنكون خلصنا اللوك الشتوي، ان شاء الله بيكون عجبكم، بنعمل ان شاء الله لوكات جديده ثانيه.